مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله. مساء الفل على حضراتكم، دايما منورني ومشرفيني في بيتكم قناه الاهلي وملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده هنتكلم فيه عن شكل الاهلي الجديد مع لاسارتي. اكيد بنتمنى له التوفيق وبنتمنى لفريق الاهلي التوفيق في الفتره المقبله الهامه جدا. هنتكلم كمان عن مباراه سموحه مع النادي المصري النهارده، طارق يحيى في إيهاب جلال، أول مباراة رسمية لإيهاب جلال ظهر بيها بالشكل المناسب، ولا كان في حاجات لسه، ولا لسه يعمل حاجات إيهاب جلال مع فريق النادي المصري. هنتكلم مع ضيوف الكرام الكابتن إبراهيم عبد الصمد والكابتن أحمد بلال، شرفوني بعد قليل. أكيد كمان هنجيب معانا على التليفون الزميل العزيز شريف شعبان عشان يطمنا عما دار في ميران الأهلي بالشكل التفصيلي الفني النهاردة إن شاء الله. تعالوا بس أقول لكم أخبار عن، أكيد كمان هنتكلم عن مباراة الأهلي والداخلية امبارح واللي حصل فيها من الاداء الفني، وهنتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز الهامه جدا لكل الاهلاويه ان شاء الله يوم الجمعه المقبل على استاد الدفاع الجوي في السادسه مساء، مباراه مؤجله من الاسبوع الثامن. هنتكلم في كل النقاط دي ان شاء الله مع ضيوف الكرام اللي هيشرفوني بعد قليل. اطمنكم على شكل النادي الاهلي النهارده، اكيد لاسارتي اجتمع مع الجهاز الفني عشان يقول لهم شكل النادي الاهلي في المرحله المقبله واسلوبه في التدريب واسلوبه في اللعب واهم النقاط الفنيه اللي هيركز فيها مع فريق الكرة مع العناصر الوافدة الجديدة للنادي الأهلي. النهارده رمضان صبحي ومحمد محمود بيشاركوا لأول مرة في ميران النادي الأهلي. رمضان صبحي الوافد على سبيل الإعارة من الدوري الإنجليزي القوي جدا، كنت اتكلمت مع حضراتكم قبل كده وقلنا ان رمضان صبحي في ناس اعترض على الفلوس بتاعته وقالوا فلوس كتيره جدا وفلوس مش كتيره جدا. رمضان صبحي جاي من الدوري الانجليزي، انت عايزه كنادي اهلي ولا مش عايزه كنادي اهلي، اكيد كان من اولويات النادي الاهلي انضمام رمضان صبحي، هيدي قوه للفريق اكتر ما قوي ان شاء الله في المرحله المقبله. فلوسه بقى مش فلوسه، اكيد الكلام ده مش هيفرق مع النادي الاهلي لما محتاج لعيب في قوه رمضان صبحي ان شاء الله يكون اضافه جيده للفريق. وكمان رمضان جاي من الدوري الانجليزي، فاكيد الفلوس دي بالنسبه للدوري الانجليزي مش فلوس كتير ولا حاجه، لكن بالنسبه لنا احنا ممكن البعض يتخيل انها فلوس كتير، لكن خلاص يعني الكلام في الفلوس ما بقاش دلوقتي يعني بيشغل اهتمام اي نادي كبير عايز يحافظ على زعامته، عايز يحافظ على القمم اللي احتلها قبل كده في الدوري المصري والزعامه الافريقيه. اكيد ده لاسارتي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومترجم لاسارتي معاكم كمان زي ما انتم شايفين، محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي. محمد يوسف قدم كل ما لديه في الفترة الماضية والحمد لله اللي احنا خرجنا من المرحلة دي على خير. زعلنا قوي على النقطتين اللي ضاعوا مننا امبارح، لكن اكيد كان ليهم اسباب ونناقشها مع ضيوف الكرام مرة تانية النهاردة، اتكلمنا فيها امبارح وهنتكلم فيها النهاردة.